لان بدنا ناخذ نفس الدائره اللي استعملناها للسنجل فيز راح نوسعها تصير 3 فيز. راح اخذ 3 فيز ريزيستيف لود ستار كونكتد، فراح يكون عندي هون 3 ريزيسترز بالانسد، هذول راح يجي عليهم اللود. الان بدي اكرر الباك تو باك او الانتي بارلل الاس سي ارز ثلاث مرات، فبدي اخذ واحد يجي على النقطه هاي وواحد يجي على النقطه هاي وواحد يجي على النقطه هاي، وانا عندي 3 فيز لود. فراح يصير عندي راح ارسمها بهذا الشكل، خليني ارسمها بهذا الشكل من هون، نحط هون هي عندي هذا راح احط فيه الفيز الاول، هي هدول باك تو باك او انتي بارلل ثيرسترز او اس سي ارز، وهذا هون عندي الار، ولاحظوا هذا البوزيتيف تبع الار وهذا النيجاتيف تبع الار، وهي عندي هون طبعا الجيت. رح نعمل نفس الشيء بالنسبه للاس، لو افترضت هذه الاس من هون رح اعمل نفس الطريقه، هذا هون راح يصير تي، وهذا تي بار، هذا راح يجي هون تي، فصار هذا ار ار بار تي تي بار، وهذا اس اس بار. هذول عندي اللودز هون، هذا بسميه ار لود ار لود ار لود، اذا بدك سمي هذا اللود في. وهذول طبعا هذا 3 فيز سورس، هذول 3 فيز سبلاي. ايش بتلاحظوا على هاي الدائره؟ ايش اختلف عن السنجل فيز؟ فيش عندي كونكشن من هون، ما في كونكشن من هاي النقطه. نيوترال رجع لها، فيش نيوترال. فانا عندي جايب 3 فيز ومدخلهم على 3 فيز ستار بورد. فهدول الثلاث ريزيسترز الار ال، ثلاث ريزيسترز هم موجودين وكونكتد لستار بوينت، وستار بوينت مش كونكتد من هون للسورس. هلا اذا تتذكروا الفايرنج سيكونس عندي، تتذكروا بالانفرتر لما طلعنا انفرتر وحتى على الريكتيفاير شو كان الفايرنج سيكونس يبدا عندي؟ الستة هذول، شو هذول ثلاثة بوزيتيف وثلاثة نيجاتيف، شو كان عندي الفايرنج سيكونس اذا متذكرين؟ ار اس تي ار اس تي اه بس حكينا هذول، طيب خلينا نراجعها مرة ثانية. عندي هاي الار، هاي الاس 120 درجة، وهي تي 240 درجة، وخليني ارجع هذه هون وارجع هذه هون، هذا ار، هذا اس، هذا تي، هذا ايش صار؟ تي بار، تي بار، هذا اس بار، ار بار، وهذا اس بار. اذا مين راح يعمل فايرنج اول واحد؟ ار، وبعدين تي بار، تي بار، اس، اس، ار بار، ار بار، تي، تي، اس بار. وهذول رقم ياهم واحد 2 3 4 5 6. إذا هذا واحد، هذا 2 اس 3 4 4 تي 5 واس بار 6. وهذا مهم الترتيب، لما ناخذ من ال 6 بلس سينكرونايزد ريكتيفاير 6 بلس جنريتر سينكرونايز 6 بلس جنريتر، البلسز راح يطلعوا بترتيب 1 2 3 4 5 6، او اذا بتذكر راح يطلعوا، هلا انا بحكي عن السيم باور سيستمز، راح يطلعوا 2 3 4 5 6 1، راح يطلعوا 2 3 4 5 6 1. هذه بس بيكيولاريتي موجوده في السيم باور سيستمز. فاذا طلعت هون على السينكرونايز 6 بلس جنريتر، سينكرونايز 6 بلس جنريتر موجود بالسيم باور سيستمز، بدك تدخل له من هون ار اس، وهون تدخل له اس تي، وهون تدخل له تي ار، هذول عشان يعملوا السينكرونايزيشن. راح يطلع معي خط في 6 سيجنالز، 1 2 3 4 5 6، وهدول ايش ترتيبهم؟ الترقيم تبعهم 2 3 4 5 6 1، هيك طريقة الجواب. معناها شو يعني؟ يعني الواحد هذا وين بده يروح؟ على ار، على ار.
والتنين هذا وين بده يروح؟ على تي بار. والثلاثة بده يروح على اس. والأربعة بده يروح على ار بار. والخمسة بده يروح على تي. والستة بده يروح على اس بار. اوكي؟ ماشي؟ إذا هذا لما نروح نستعمل السم، وممكن يجيك سؤال بالامتحان ايش أقول لك؟ ايش أقول لك يا أنس؟ ايش ممكن يجيك سؤال بالامتحان؟ ارسم السم باور سيستمز لـ 3 فيز لود اللي موجود.